عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. رجعت لكم النهارده فيديو جديد. الفيديو ده جه مفاجئ وانا ما كنتش هصور، حتى انا لابسه البيجامه. يعني الاوقات اللي ما بكونش محضره فيها ان انا هصور تلاقوني لابسه البيجامه، ممكن تلاقوني لابسه اي اشوال اي حاجه. الوقت بقى اللي كنت ليا نفسي وكده وعايزه اصور، ف اني كده متشيك طلع لكم بالدفرتين عادي. هقول لكم اللي انا عاملين الدفرتين دول. مع شعري جاف جدا بطريقه فظيعه، معايا بالمرز وبيرطب كويس، ومعايا سيروم، ومعايا اللي هو النخاع انثى الجمل ده، جربت احطه على الاطراف بتاعت شعري مفيش اي حاجه نافعه معايا، ومش عارفه اسرحه، فكان الحل الوحيد ان انا اضفره. تعالوا بقى نشوف انا اشتريت ايه، حاجات ما تخطرش على بال اي عروسه. ما اعتقدش ان في عروسه بتفكر في الحاجات دي زي ما انا بفكر فيها. استحاله استحاله استحاله، نتكلم كده بقلب جامد كده، استحاله اي عروسه تفكر في الكلام اللي انا جبته ده نهائي. في حاجات جايبه لي جاهزه، في حاجات هستخدمها، واللي هستخدمها اقول لكم عليه، واللي جايبه لي جاهزه اقول لكم عليه. بس قبل ما نبدا في الفيديو، ما تنسيش اهم حاجه تعملي لايك للفيديو ده واشتراك للقناه بتاعتي لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي، عشان نكبر وعيله ميرا مرون تكبر وتنضموا لعيلتي، وعايزين نكمل ال2000 مشترك. وعايزه اشير كتير قوي على الفيديو عشان اعمل لكم فيديو كتير، بقول فيديو كتير فيديوز كتير. و زر الجرس فعله لو سمحت. يلا بينا نبدأ نشوف انا جبت ايه today. لازم ابعد الحاجة. يعني شوف انا جبت ايه، حاجات تافهة كده، يعني حاجات ما تخطرش على بال العرايس زي ما قلت لكم. تعالوا نشوف. اولا جبت ده اشيله في الجهاز، اللي هو فولترين، يسكن الالم، يقلل التورم، مضاد للالتهاب. الفولترين ده بيستخدم للظهر وكده، التهابات بقى حاجات، او استخدام الخارجي فقط. لو مثلا حد فيكم مخبوط كده، يعني انا رمش دخل في عيني يا جماعه، مش عارفه ليه كل ما اصور فيه رمش يدخل جوه عيني، فقلت اشتريه. هو مده صلاحيته 3 سنين، وانا طبعا هتجوز قبل كده بكتير، وده ما بيقعدش اسبوع، احنا بنستخدمه كتير جدا. فانا قلت هجيب عبوه واحده بس اخليها معايا، شوفوا بفكر في ايه. هتقولي عروسه واحده فكرت في الكلام ده، ولو لقيته هتبقى عبيطة شبايا. تاني حاجة اشتريتها اوريها لكم، هي مشتريات علاج وفي نفس الوقت حاجات تانية. جبت ده، دي اللي هي البالون اللي بيتنفخ ده، جايباه لقطة الاطفال. جبت شكل الايس كريم، مبدئيا هي الكيسة بتاعته اتقطعت فانا شلته في كيسة تانية خالص، بس شكله كيوت قوي وجميل جدا. الحاجات دي بتفرق في شكل شقتك وكده، وبتخلي شكل الشقة احلى. كل ما انتي بتهتمي بالتفاصيل كل ما الشقه بتطلع دمها خفيف وتفتح النفس. تمام، تعالوا بقى نشوف كيف تاني. جبت دي الاسوره، دي هي اسوره عاديه خالص مفيهاش اي حاجه مميزه اهي، ده شكلها. اللي عجبني فيها انها رقيقه جدا، بصوا يعني هي شكلها غريب، انا كنت فاكراها حته حديده في البدايه، بس بعد كده لما لبستها في ايدي وقستها وكده شكلها بيلمع وشكلها تحفه، فكانت من الحاجات المميزه. مش شرط الحاجات تكون مبهرجه، بس دي كانت من الحاجات المميزه اللي انا بجد فعلا ما شفتش زيها كتير. جبت ده التوكه، دي هي فيها شعر كده وناعمه قوي، جميله جدا جدا جدا. انا من محبي التوك جدا، والتشكيل في التوك والتسريحات وكده، بحب قوي اعمل الحاجات دي، ف دي بجد كانت جميل، ولونها كشمير حلو قوي. يعني دي برضو كانت من الحاجات الجميله اللي انا بحب الحاجات دي في جهازي جدا على فكره. تعالوا بقى نشوف جبت ايه تاني. جبت ده بنسينول. بنسينول انا جايباه يا جماعه اجربه لتحت العين للهالات السوداء، فانا هجربه للهالات السوداء فتره وهقول لكم جاب معايا نتيجه ولا لا. العبوه دي على فكره مش غاليه خالص، تقريبا ب 11 جنيه تقريبا، ف او ب 14 جنيه مش فاكره، لا ده جلايسوليد لكن ب 14 جنيه، يبقى دي ب 11 جنيه. العبوه من جوه اهي زي ما انتم شايفين، صغنونه اهي، هجربها للهالات وهعمل لكم ريفيو عنها ككريم مرطب للهالات وكده، ممكن يفيدنا ورخيص وكده. جبت ده، جبت علبة بايكوفان، لان احنا من الناس اللي بيجيلنا صداع كتير قوي، بس طبعا مش هنكتر فيها عشان الكلى وكده. فجبت العلبة فيها 3 شرايط بايكوفان، شايلها في جهازي، شايفين يا جماعة بفكر في ايه؟ سامعني؟
وطبعا السكر وزيت الزيتون بطلته السكراب، وبطلت اي حاجه، واشتريت ده عشان استخدمه ايفا، ده بالخالي من الصابون وبالعسل لجميع انواع البشره، فللبشره الدهنيه والمختلطه والجافه. فانا جايبه اجربه السكراب ده عامل ازاي وكده، بيعمل سكراب فعلا قوي للبشره ولا سكراب خفيف، وبيأذي البشره بيعملها جروح ولا لا، وحبيباته وريحته. هعمل لكم ريفيو كامل عن سكراب ايفا، انتظروا الريفيو ده. وكمان جبت القطره دي اشيلها في جهازي، اسمها تريلرج، تريلرج تمام. دي انا اول مره اجربها في حياتي، دي للجهاز مش هستخدمها، ف يعني بعد كده بقى لما اتجوز هبقول لكم. ادعوا لي يا جماعه اللي بيسالوني هتتجوزي امتى. انا هتجوز السنه الجايه. امتى بقى؟ في بدايه السنه، نص السنه، اخر السنه، مش محدده، بس هو السنه الجايه. ادعوا لي، ادعوا لي عشان اتجوز بدري، عايزه دعوات كتير. ده بقى جبته للجهاز، انا الاولاني جايباه استخدمه، ده بنسينول جايباه الاكبر اشيله في الجهاز. ده برضو ممكن تستخدميه مرطب للاماكن الحساسه، او مرطب تحت العين، او مرطب لبشرتك اللي انت عايزاه تستخدميه. انا حاليا بجربه لتحت العين. وجبت هيموكلورا للكدمات والالتواءات والتجمعات الدمويه السطحيه، اهو تعالوا نشوفه من جوه. حجمه برضو حجمه متوسط كويس، مش كبير قوي ولا صغير قوي برضو، اهو ده لو بعد الشر علينا حصل لنا اي حاجه، يعني بعد الشر علينا. بس انا بحب اعمل اللي هو احصن نفسي، فاهمين؟ طبعا جبت دول استخدمهم، جبت البتاع المقرف ده، فين في واحده ناقصه، ما علينا. جبت البتاع المقرف ده كتفاست، نرميه بقى بعيد. تعرفين طبعا ان هو مسكن قوي جدا للالام، بس ريحته ما بطيقهاش، وطعمه خلاص. بصوا معدتي قلبت، لازم اهرب دلوقتي اروح اشرب اي حاجه. جبت ده استخدمه فوليك اسيد، ده طبعا عشان شعري، شعري يعني خلاص رايح في داهيه، فقلت استخدم الفوليك اسيد ده اهو. انا طبعا سأله الدكتور، ف يعني قالت لي خديه كده، هو 500 بس، ده فيه تقريبا شريتين، مش عارفه هنشوف في ايه. في تو اهو، ده بيبقى شكله من جوه شكله كده. ممكن تحطيه على الشامبو بتاعك، بس انا بصراحه ما بقتنعش، يعني الشامبو بيتحط دقيقتين هيلحق بشره الشعر تمتص، ما بصدقش الكلام ده بصراحه. كده الفيديو بتاعنا خلص، اهم حاجه اعملي لي لايك حالا، واشتراك للقناه لو لسه ما اشتركتيش. شفت كالي لسه ما اشتركتيش؟ باي، واستنوني في فيديو جديد.